ومن القدس المحتلة ينضم إلينا أحمد البديري مراسل الغد. أحمد، إغلاق مصلبة بالرحمة بقرار من محكمة الاحتلال، تفاصيل ذلك وأيضا ردود الفعل على صعيد شعبي ورسمي حتى الآن. المحاكم الإسرائيلية خلال الفترة الماضية كانت تتورع باتخاذ مثل هذا القرار لأنها تعلم بأنه كان هنالك مفاوضات تحديدا بين الأوقاف الإسلامية والأردن من جانب، التي عمليا المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الولاية صاحبة الوصاية، وبالتالي كانت المحاكم الإسرائيلية تتخذ إلى حد ما مسافة. الآن بضغط من النيابة العامة تم اتخاذ القرار، القرار هو بوضوح إغلاق مصلى باب الرحمة. الآن على شرطة الاحتلال أن تنفذ هذا القرار القضائي كونها هي السلطة التنفيذية، أو على الأقل من وجهة نظرها. سألت أحد الخبراء قبل قليل حول ماذا يمكن أن تفعل شرطة الاحتلال، فقال هنالك ثلاثة خيارات ممكن أن تفعلها. أولا بأن تقوم بالإجراء الأكثر تعسفية، وهو أن تذهب إلى مصلى باب الرحمة وتقوم بإصاده ببوابات حديدية وبجنازير، وبالتالي تنهي هذه المسألة بالكامل. هذا طبعا سوف يترجم على الأرض بتداعيات أمنية وخروج الشارع الفلسطيني. نعم. الخيار الثاني هو أن تقوم شرطة الاحتلال باعتقال كل شخص يقترب من باب الرحمة. في السابق عندما كانت تحدث الاعتقالات كان القضاة الإسرائيليون في نهاية المطاف يعني يفرجون عن أولئك المعتقلين بحجة أنه لا يوجد قرار قضائي. الآن يوجد قرار قضائي، وبالتالي فإن أزمة الاعتقالات سوف تتصاعد، بدل يوم ويومين يمكن أن يتم اعتقال الأشخاص إلى أسابيع وأشهر لأنهم عمليا ينتقدون وقاموا بإجراء غير قانوني. الخيار الثالث هي أن تلجأ إلى اعتقال كبار المسؤولين في الأوقاف الإسلامية مثل عبد العظيم سلهب وغيره من المسؤولين في الأوقاف الإسلامية للضغط عليهم. وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان عمليا هو المسؤول عن الشرطة الإسرائيلية قال قبل عدة أيام: أنا لن أقوم بأي إجراءات إلا إذا كان هنالك قرار قضائي إسرائيلي، وإذا كان هنالك قرار قضائي على حد قول إردان سوف أغلق باب الرحمة بغض النظر عن التبعات الأمنية التي يمكن أن تحدث. هذا نعم. كله أحمد يحدث حقيقة أحمد ماذا ونحن عن ردود على بعد أقل الأفعال. من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية. ماذا عن ردود الأفعال؟ لا يوجد هنالك ردود أفعال التي يمكن أن ترتقي إلى الأزمة. يعني كل ردود الأفعال التي نسمعها حازم هي اعتيادية، وزارة الأوقاف الفلسطينية، وزارة الأوقاف الأردنية، مجلس الأوقاف نفسه، ولكن ردود الأفعال إن كنت تريد أن تسأل هو الشارع. نعم. هو الشارع الذي عمليا ردود الأفعال عمليا هي التي لها الميزان، وليس ردود الأفعال السياسية، لأنه عمليا كل المواقف السياسية لا تحرك ساكنا في وجه القوات الإسرائيلية التي إن أرادت أن تذهب. الآن الشارع الفلسطيني كما نسمع وكما نفهم بأنه إذا كان هنالك اتخاذ الإجراء الأكثر تشددا الأكثر تطرفا الأكثر تأزيما للأزمة ألا وهو إغلاقه بالقوة، فسوف نرى كما أنا أفهم سوف نرى المئات من الفلسطينيين يتوافدون إلى المسجد الأقصى، وسوف نعود إلى أزمة ليس أزمة التي حدثت قبل عدة أيام ولكن إلى أزمة البوابات. وبالتالي فإن الشارع المقدسي لغاية الآن هو يعني هنالك هدوء الآن في الشارع لأنه لم يحدث هنالك إجراء باستثناء هذا القرار القضائي الذي لم ينفذ بعد. أخيرا تفضل. الخشية الحقيقية الآن عند المقدسيين هو تصاعد الاعتقالات بحق الشبان والحراس، أو عمليا هذا سوف يخلي المسجد الأقصى لأسابيع من عدد كبير من الحراس المسجد الأقصى ويخلق فراغا في الموظفين التابعين للأوقاف الإسلامية. مراسل الغد من القدس المحتلة أحمد البديري، شكرا جزيلا لك.